بسم الله الرحمن الرحيم. كثيرا ما ترد أسئلة من المبتدئين في الدورات التدريبية، يعني ياخذون دي ياخذون سي، أنا أسميهم مبتدئين وهم في أولى خطواتهم لتطوير أنفسهم للحصول على الشهادات التدريبية المهمة طبعا، ويتساءلون عن طبيعة التمارين اللي تكون مطلوبة بالدورة. التمارين المطلوبة بالدورة هي الأساسيات، أساسيات كرة القدم، ودائما ندرب اساسيات كره القدم، ندربها بشكل واضح بشكل بسيط، لان انت تتعامل مع لاعبين ستتعامل مع لاعبين يعني لا زالوا في طور التطوير. فعلى سبيل المثال اللي حصل، لو احنا نريد يعني مواضيع تخص الزياده العدديه، هناك كثير من التمارين اللي تخص الزياده العدديه، مثلا هذه منطقة اللعب يعني 30 في 40، 40 في 40 حسب أعمار اللاعبين، يلعبون 6 ضد 6، وكل لاعب يسمون جوكر. طبعا أنا هذا أسجل اللاعبين المدربين المبتدئين، يعني المدربين المتقدمين يعرفون هذه الأشياء. وهذا اللاعب دائما يقول لك 6 ضد 6 لأجل حيازة، واللاعب الجوكر يلعب هذا اللاعب جوكر بهذا اللون الملابس مختلف عن البقية، دائما يلعب مع الفريق الحائز الكرة وتستمر لأجل الحيازة. وهذا تقدر يعني هذا اللاعب تحط عليه شرط تعليمي أنه يلعب من المرة الأولى ولا يجوز الضغط عليه من قبل الفريق المنافس. بسيط يعني، شوف إيش قد بساطة في التمرين، مهم وبسيط، والدربة ونقاط التدريب تتكلم عنها، ويكون عندك سيطرة على التدريب، تقف خارج الساحة، في الأخطاء الحاسمة توقف الخطأ، تدخل بعد أن توقف الخطأ تكلم عن ليش خطأ، ثم تشرح الصحيح، تطبق الصحيح، ثم تعيد اللعب من المكان اللي حدث بالخطأ اللي يسموه احنا نعرفه بالفروزن، يعني تجميد الوضعية. ولذلك المدرب هنا ضروري ينبه اللاعبين من يكون ستاند ستيل او فروزن او قلب العربي، اللاعبين كل من يوقف مكانه. ليش كل من يوقف مكانه؟ لان احنا نريد نثبت الصورة اللي حدث بها الخطأ، يعني وين اللاعبين كانوا في لحظة الخطأ، كل من يتوقف مكانه. إذا حدث خطأ هنا مثل هذا مرة كرة بطيئة لهذا وهذا قطعها، هذا خطأ كبير، لأن الكرة يجب لا تكون بطيئة، تكون سريعة شوية، لأن المسافة بين الضغط ولاعب التغطية مسافة يعني قصيرة، فيحتاج أنه تسرع بمناولة الكرة حتى ما تعطي وقت للمدافع أن يقطع الكرة، فلازم توقف، لازم البقية يوقفون كل من في المكان. إذا تحرك هذا وتحرك هذا وهذا تحرك وهذا تحرك، اختلفت الصورة اللي أنت تريدها لحظة حدوث الخطأ. على سبيل المثال لحظة في نفس التدريب السابق، لكن نضع 2 من اللاعبين الجوكر يسمون، هذا يلعب مع الفريق الحائز على الكرة من هذا الفريق بهذا اللون، وهذا يلعب مع الفريق الحائز على الكرة إذا كانت الكرة مع فريق الأصفر. إذن فريق الأصفر عنده لاعب إحنا نسميه جوكر يلعب مع الفريق، أو الجوكر يلعب مع الفريقين، لكن إحنا نخلينا جوكر أو مجهز إحنا نسميه، أو ساند يلعب مع الفريق الأصفر وهذا يلعب مع الفريق الآخر. لما تكون الكرة مع هذا الفريق، هذا اللاعب يسموه فروزن، يعني واقف مكانه ما يتحرك، بينما هذا اللاعب يتحرك. وبالعكس لما تنتقل الكرة للفريق الأصفر، هذا فروزن يصير جاهز، يسموه فروزن بلاير. هاي من التمارين للزيادة العددية، وهذا يكون دائما اللاعب المجهز اللي يلعب مع فريقه عندما تكون الكرة مع فريقه، وما يحق له من فريقه يفقد الكرة، ما يحق له الضغط لا على اللاعب المجهز للفريق الثاني ولا على لاعبين الفريق، يبقى فروزن جامد بمكانه ويستمر اللعب هكذا وهكذا وهكذا. هي تمارين لزيادة العدد لكن بها بساطة وبها متعة. انت هاي التمارين حط لها بعض الشروط اللي تجعل الفعالية كومبتيتيف، منافسة بيها. مثلا يقول بعد لعب 6 مناولات متتالية مع اللاعب الجوكر الفريق هذا الحائز على الكرة يحصل على الهدف. 6 مرات مو مرة ثم يرجعها ثم مرة، لأنه لا يجوز اللعب لنفس اللاعب اللي يستلم من الكرة. يعني لما هذا يمر إلى الجوكر مالته زميله، يجب هذا أن يبحث عن لاعب آخر لأن يمرر الكرة.
ولذلك إذا الفريق هذا الحاز على الكرة استطاع أن يمرر الكرة 6 مرات متتالية يحصل على هدف، 5 مرات يحصل على هدف. نفس الشيء إذا الفريق هذا الأصفر حاز الكرة يحاولون يلعبون التارجت، هذا يسموه تارجت بلاير. فإذا 6 مرات متتالية شرط أن لا تلعب الكرة مرتين متتاليتين أو أكثر بين لاعب ومجهز، لا يجوز. يعني هذا اللاعب يستلم من لاعب لازم يلعب إلى لاعب آخر. زين إذا 3 مناولات وانقطعت الكرة يعاد العد بالجديد، لا يمكن أن تمنح هذا في الفريق الحائز على الكرة ولا بعد أن ينفذ عدد المناولات المطلوبة مع اللاعب المجهز. هذا شكل من الأشكال، بسيط وممتع وطبقه وكون خارج ساحة وكون عندك سيطرة، قلل من الكلام، راقب اللاعبين، راقب أخطائهم، وجه توجيهات قصيرة نوعية من خارج الساحة. لا تكون لاعب أنت داخل الساحة، وجود المدرب داخل الساحة في مثل هذه التمارين بوجود لاعبين دول 2 خطأ كبير، خطأ تدريبي يسمون الكوتشنج بيهيفير، يكون خطأ تدريبي. هذه نوع آخر. نوع ثالث أنه تحط اللاعبين المجهزين خارج الساحة، دائما موقعهم خارج الساحة. المدرب يلعب كرة لأي من الفريقين، المجهز يدخل في لحظة لعب الكرة من المدرب إلى أي من لاعبي الفريق، مثل الأصفر يدخل الأسود، يدخل من برا، يبقى هذا اللون الأحمر أبر في لحظة لعب الكرة إلى هذا الفريق الرصاصي، يدخل هذا إلى خلال دخوله وشكل هنا مثلا شكل 7 ضد 6 وانقطعت الكرة، ما ينسن يخرج لأي منطقة خارج الساحة، بينما الكرة وين راحت؟ راحت للفريق الأصفر. من المجهز مال الفريق الأصفر؟ هذا مجهز الفريق الأصفر، يدخل هذا يشكل الزيادة العددية، ونطبق نفس المبدأ السابق، عدد مناولات معين لكي يحصل الفريق الحائز على الكرة على هدف. ثم ممكن أن نفس التمارين كلها سابقة، 3 سابقة، أن تخلي أهداف 2 وهنا أهداف 2 وكل فريق يهاجم هدفين ويدافع عن هدفين، نفس التمارين السابقة 3 الأولى، ثم تنهي بإمكانك اللعب على هدفين كبريرين وحراس مرمى، ونفس الشيء اللاعبين المجهزين خارج الساحة، من يبدأ اللعب من المدرب إلى أي من الفريقين يدخل اللاعب المجهز للساحة، بينما يبقى الآخر اللي هو مجهز الفريق المدافع خارج الساحة حتى ينتظر دوره عندما يتحول فريق الهجوم. المجهز الفريق الخسر الكرة يخرج، مجهز الفريق اللي ربح الكرة يدخل. هاي التمارين اللي تطبق يسموها بالدورات الأساسية، سواء دي سواء بتمارين بسيطة، بمجهز واحد، بمجهزين، بمجهزين خارج الساحة، ثم نفس مجهزين خارج الساحة أو داخل الساحة، أو مجهز واحد على هدفين كل فريق يهاجم هدفين ويدافع عن هدفين، ونفس الشيء دائما. انهي تمارينك في دوراتك التدريبية باللعب على هدفين يعني كاملي الأبعاد، بوجود حراس المرمى وتفصل اللاعبين للتعبير عن فهم لمعنى الزيادة العددية في كرة القدم. طبعا هذا عنوان تدريبي، الزيادة العددية في كرة القدم، ممكن أن تحوله إلى عنوان تدريبي مثل تطوير لاعب البلاي ميكر، مثل يمكن التطور إلى ما يعرف به لعب مجموعة ضد مجموعة، ممكن أن تعطي تسميات، لكن عليك أن تغير من ما يعرف ب الشروط التعليمية للتدريب. أنا دكتور محمد، رئيس رابطة المدربين المحترفين العرب لكرة القدم، وهذا السلسلة الكوبي رايت مالها تعود إلي، وتنشر كذلك على صفحتي، صفحة تطوير فكرة التدريبين المدربين العرب. وهذا ما خليت أعطي باطن، وإنما سئلت ما هي التمارين اللي دائما تطلب من المشاركين في الدورات التدريبية، أقول التمارين تطوير أسس اللعب، تطوير التكنيك، تطوير المهارة، تطوير لعب مجموعة مصغرة، الألعاب المصغرة بكرة القدم، ألعاب التكتيك المصغرة بكرة، كل هاي التمارين
دائما تشارك فيها مجموعه صغيره ضد مجموعه صغيره قبل ان يتحول المدرب الى الدوره التدريبيه بي، وتصعد المجموعه ضد مجموعه 8 ضد 8 9 ضد 9 ضد 11 وبالاي كله ضد 11 والبرو كله ضد 11. فهذه الاسس اللي يعمل بها في الدورات التدريبيه. شكرا جزيلا.